العنف القائم على النوعية الاجتماعية غير مقبول. توقف عن التحرش. أعزل العنف القائم على النوعية الاجتماعية عن منزلك. كلها شعارات رفعها متطوعون ومشاركون من جمعية تنظيم الأسرة والجمعيات والمنظمات الأهلية في درعا ضمن حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بمسيرة امتدة من بانوراما حرب تشرين باتجاه دوار البريد وصولا للمركز الثقافي في المدينة. احنا نعتبر اليوم تتويج للحملة اللي بدأت بتسعة كانون الأول 16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة. نحن اليوم عندنا نشاط مسير مشام من دوار البانوراما باتجاه المركز الثقافي مدينة درعا للتنويه بالحملة للتوعية بالحملة. نحن بدأنا بالجمعية بالعيادات الثابتة والفرق الجوال ومركز دعم وتمكين المرأة بنشاطات وجلسات توعية. نحن اليوم ضمن حملة فعاليات 16 يوم، يمكن جمعية تنظيم الأسرة بالختام اليوم قررنا انه بعمل مشترك من كافة الجمعيات العاملة بالمحافظة والفعاليات الموجودة معنا طبعا بإشراف الشؤون الاجتماعية ورعاية السيد المحافظ لنقوم بمسير لنعبر للمرأة أو للمجتمع بأكمله أنه لا للعنف ضد المرأة بل لا للعنف على النوع الاجتماعي. تجسد التعبير عن رفض العنف بكافة أشكاله بمقطوعات موسيقية وغنائية ترفيهية وعرض برومو مصور عن قصص نجاح لنساء بجدهن وكدهن استطعن تحقيق أحلامهن الصغيرة وعرض سكتش مسرحي يحكي عن تفشي ظاهرة الزواج المبكر في المجتمع ومدى خطورتها وتكريم عدد من النساء. من أهداف المنظمات أنه تشتغل على هذه الحملة، شاركت جمعية تنظيم الأسرة بعدة حملات، يعني سبق هذا النشاط هي حملات توعية على كافة المدارس ثانويات البنات المدارس الإعدادية، حملات توعية لمناهضة العنف ضد المرأة. السكتش عبارة عن زواج مبكر ضمن الحملة 16 يوم، أني دوري يكون الزوج عمري 79 سنة يعني كبير بالسن، جاي أتزوج واحدة عمرها 14 سنة. الواحد بده يطور ذاته، بده مساعدة، فأنا اشتغلت عندهم، اتدربت يعني تدربت بإعادة التدوير، اشتغلت التطريز فكثير مشى معي وانه هسه عم بشتغل وعم ببيع عم بعمل هدايا تطريز. يذكر بأن نشاطات وفعاليات عدة جابت مدينة درعا نظمتها منظمات وجمعيات أهلية أخذت دورا توعويا في رفض أشكال العنف كافة. مرح المقداد، الأخبارية السورية.